يوجد في حياتنا الكثير والكثير من الأشخاص، وكل واحد منهم يقوم بدور مختلف عن الآخرين. بعض هؤلاء من أفراد عائلتك وغيرهم، أصدقاء أو معلمين أو أعضاء في المجتمع. بغض النظر عن سبب وجودهم في حياتنا، يعد تأسيس علاقات إيجابية جزءاً مهماً في سعادتنا ونمونا ونجاحنا. كل واحد منا لديه حاجات فريدة، ونحن نعتمد على الصداقات الصحية كي نصبح أفضل ما يمكن. احترام مساحات الراحة مهم في أي علاقة كانت. حينما نحظى بمعاملة تتسم بالرعاية والاحترام والعطف، يعني لنا ذلك الكثير. تفهم طباع الآخرين وفكر ملياً في مدى شعورهم بالراحة والأمان. في علاقة صحية ستكون مساوياً لغيرك. يجب أن تكون قادراً على أن تكون نفسك وتشعر بالأمان والثقة والدعم. التمتع بعلاقات طيبة والتواصل مع الآخرين قد يساعدك في أن تشعر شعوراً طيباً عن نفسك. يمكن أن تساعدنا الصداقات الإيجابية في أن نشعر بسعادة أكثر وضيق وهم أقل، بل ويمكنها أيضاً أن تساعدك في التعامل مع أمور صعبة. بفضل التقنية والإنترنت، أصبح ممكناً للكثير منا التواصل مع أطراف أخرى من العالم، إلا أن وجود مئات الأصدقاء على الإنترنت ليس مثل وجود عدد محدود من الأصدقاء المقربين الذين تتعايش معهم جيداً على مستوى عميق. لا بأس في أن يكون لديك أصدقاء افتراضيين، لكن احرص كذلك على أن تقابل أصدقائك في الواقع. توجد أحياناً صداقات ينتج عنها حدوث أمور قد تثير مشاعر الضيق والقلق والحزن والحيرة. قد يؤدي السلوك المسيء أو المؤذي إلى أن تصبح الصداقة غير صحية. لو لم تكن متأكداً أن هذا الأمر يحدث لك أم لا، يمكنك دائماً التحدث إلى شخص بالغ محل ثقة، أو معلمك، أو استشاري المدرسة، أو أي شخص بالغ آخر يقدم لك المساعدة في المدرسة. من المهم أن تقدر العلاقات الإيجابية وأن تكتشف تلك السلبية. لو كانت صداقة تسبب لك ألماً ومشاكل أكثر من الفرح والسعادة، حان إذن وقت التفكير جدياً في استمرارها. قد تحتاج للابتعاد عنها أو سرد قائمة بالأمور الطيبة وغير الطيبة فيها. لا تشعر أبداً أنك مضطر لصداقة تجعلك حزيناً. لا تتعجل وقرر ما هو الأنسب لك. قبل كل شيء، تذكر أن العلاقات مهمة. لا يتعين عليك أن تكون صديقاً لكل شخص تقابله، وربما تصبح قريباً لبعض الأفراد أكثر من غيرهم. اعلم أن الصداقات الصحية السعيدة تساهم في تحقيق حياة صحية سعيدة.